والله العظيم ريت الانسان اللي نحكي عليه الف طفله تتمنى، وصعيب باش تلقى برشا رجال كيفه. والله نقول لك راني نحبك برشا برشا. بينتنا عشرة، بينتنا الكلمة الطيبة، فهمتني؟ لقيته معايا في برشا حاجات، اختي اني نحبه، أنا حتى كان مانيش باش نوصل نكون معاه نهار آخر، ونعرف لي أنا مانيش باش نوصل نكون معاه، أنا في المستقبل كان عمل دار وعائلة، فهمتني؟ صغيري باش نجيب إذا جبت ذكر باش نسميها على اسمه، برشا برشا حاجات يميزوه، ما نجمش نوصفهم لك، خاطر مريهم كان أنا فيه، قديشي أنا على فرش الموتى ونقول لك راني كرهت ما تصدقهاش هذايا، ما تصدقهاش، أما راني حتى على فرش الموت وأنا نحبك. حسب رأيك أنا والزواج اللي ينجح أكثر، زواج الحب ولا زواج المصلحة؟ بيريت بالنسبة لنا تو في وقتنا تو زواج المصلحة معناها هو اللي ينجح أكثر. علاش؟ خاطر معناها كيف باش نقول لك أنا أصلا، كيف معناها باش نفهمك تو مثلا تقضي لي أموري ونحبك وتحبني، ومن بعد باش نوعدك بالعرس ودري شنوا في الأخر، معناها بعد ما تقضي الأمور ما فماش عرس، فهمت ولا؟ زواج الحب كيفاش؟ نحبك وتحبني باش نصدق اللي أنت تحبني، شنو تحت بيا تحت بيك، معاك في البيه والخايب، نواسيك تواسيني، كي نبكي تمسح لي دموعي، نلقاك معايا بالكلمه الطيبه، مش فايده معناها فلوس، هذاك الحب. باني مثلا توا عندنا مثلا جيراننا علينا في الاسامي، عاشوا 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 مع بعضهم ومن بعد طلقوا وجابوا بيبي ومن بعد طلقوا. علاش طلقوا؟ علاش تلقوا؟ خاطر فما عنف زاده في وسط الحب، اللي هي المراه توا متعرضه برشا برشا للعنف، راهو فهمتني؟ عادي تقول له كلمه مش في بلاصتها يهز يده ويعطيها كف، فهمتي شنو يعني؟ يحبها ويعنفها؟ يحبها ويعنفها هذه ما فماش منها، خاطر كان جيت تحبها بالرسمي تحترمها، خاطر المراه عندها قدر كبير برشا راهو في بلادنا، فهمتني؟ اما توا عادش فما قدر نتاع نساء، هو كان هو معناها قانون حمايه الامنيين ما فماش، خلي قانون حمايه المراه معناها للعنف، ما حكايه زايده، فهمت؟ دونك توا ريت شنو ننصحهم بحاجه بركة، انهم يحبوا بعضهم مش على مصلحه، واضح ولا لا؟ معناها يحبوا بعضهم على حاجات أخرى، فهمت؟ نحبك وتحبني بالكلمة الطيبة والكلمة الباهية، صحيح عمري صغير أنا، مي في المخ كبير، فهمت؟ يعني توا برا طل، معناها أنا توا في السنتر فيل برا طل، أنت قول له بربي عمرك 24 25 احكي لي على الحب، تيقول لك كذا وكذا 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 وإلى آخره، فمعناها تلقى مخه صغير، الفايدة في الكلمة الطيبة والقلب والمخ، فهمت؟ أما بربي نحب نقول كلمة واحدة، كانك قاعد تتفرج فيا يا فلين، بربي سامحني، نعرف اللي انا غلط، اما بالرسمي راني ما زلت نحبك، سامحني عاد هكا. اجا ما نخليوهاش هذه تتعدى هكاك، احكي لي شكون اللي تحبه؟ بو قصة حبنا ممكن تقول حب من طرف واحد، فهمت؟ ولا حب من طرفين، فهمتني؟ عشرة بينتنا عشرة، بينتنا الكلمة الطيبة، فهمتني؟ لقيته معايا في برشا حاجات، معناها اختي اني نحبه، انا حتى كان مانيش باش نوصل نكون معاه نهار اخر، ونعرف لي انا مانيش باش نوصل نكون معاه، انا في المستقبل كان عمل دار وعائلة، فهمتني؟ صغيري باش نجيب اذا جبت ذكر باش نسميها على اسمه، برشا قالوا لي راك بالرسمي باش معناها باش توجع روحك، فهمتني؟ وباش تقعد تعذب في روحك، اما فهمت؟ والله العظيم ريت الانسان اللي نحكي عليه الف طفله تتمنى، وصعيب باش تلقى برشا رجال كيفه، والله نقول لك راني نحبك برشا برشا. وربي ساعه ايش قل لي، ما زلتوا على علاقه؟ ما عادش على علاقه تو، قعد معناها كونتاكت مع دارنا، ما انا وهو لا. علاش ما كملتوش؟ ممكن هو يحسبها كذبة، ما نعرفش شنيا اللي يدور في مخه، خاطر مش كيما تخميم الأنثى مش كيما تخميم الذكر، فهمت؟ طلبت السماح، قلت له سامحني إلى آخره، وأنا تو معناها نمن اللي هو باش يرجع ويحكي معايا، فهمت؟ أنا تو صبورة، خاطر يقول لك كن صبورا فالله مع الصابرين، هكا ولا ليه؟ أنا تو صبورة. هو اللي بعد ولا أنت؟
تنجم تقول هو اللي توا بعد، خاطر انا ما كنتش باش نبعد عليه. انا ريت حتى كان وجعتني بكلمه نقول عادي ما نتغشش، فهمت، نخليها لداخل، فهمتني، ما نظهر لكش. المفيد انت معناها تكون معايا مرتاح، اما ان شاء الله يسامحني. وكا تقول لي ان شاء الله يسامحني، وانت في عينيك دمعه كبيره. نقول بربي بربي سامحني، وراني ريت حتى معناها كي نعطي حق ربي توا راني ندعي لك بالخير، وانت تعرف هذا الكل معناها، وان شاء الله تسامحني، ان شاء الله معناها تتفرج فيه الفيديو هذايا وتسامحني. شنو الحاجات اللي تميزوا على بقيه الرجال؟ برشا حاجات، برشا برشا حاجات، كيما كلامه، كيما وقفته، كيما ريت عادي يطلبك ما ثلاثه لاربعه متاع الصباح يقول لك كلمتين حلوين، فهمت، وبعد يقول لك برا ارقد على روح عادي. ما فما برشا برشا حاجات يميزوه، ما نجمش نوصفهم لك خاطر مريهم كان انا فيه، فهمتني، عادي يوقف قدامك توا ما تشوف فيه حتى شيء. والوحيد اللي تعرف عليه معناها كل شيء انا، ممكن امه واخته، فهمت، هذوما الوحيدين اللي باش تحسبوا جيعته وتفهموا هو قلق ماهوش قلق. انا بالرسمي انا اللي نحس معناها بوجيعته قلق ماهوش قلق، نتمنى له كان الفرحه. انا لا تصور هو مازال يحبك؟ قال لي خرجت من راسي، قال لي خرجت من راسي، فهمتني. قلك حاجه ماهوش صحيح، خاطر انا نعرفه هو شنو، فهمتني، الفايدة مش في الزين، الفايدة في الطبيعة والكلمة الطيبة. هاني قلت لك ومن داخل شنية تحس طبيعتي صعيبة برشا يقولوا لي العبيد، خاطر مانيش معناها لاني معقدة ولاني نمشي معاك في خط مستوي كالناس الكل، فهمت، ما عرفت شنو هو الوحيد اللي فهمني، فهمت، هو الوحيد اللي فهمني. اش باش نقولك، نقول له ربي يسترك، نعرف اللي انت تحمي في بلادك زيدة وتخدم في الامن. ما شني باش نقولك اخر زيدة، نقولك قداش من مره معناها نقول له امنيتي الوحيده معناها نحبهم يقدموا لك التحيه مش انت اللي تقدم لهم التحيه، وان شاء الله يجي نهار ويقدموا لك هما التحيه مش انت. وبربي احمد وامه وهما هي ماي بالله راهم يحبوا بعض، راهم متعاركين، ان شاء الله يرجعوا. هاي هكا هاو. فما حاجة أخرى حبيت تقول هلو؟ نقعد نحبك برشا. أنا ريت عركت أنا وياه مرة، قلت له ريت اللي يقوله لك الكل وكان كرهتك فلينة ودرشنية ما تصدقش، حتى كي نوصل أنا على فرش الموت ونقول لك ما نبديش أنا على فرش الموت ونقول لك راني كرهتك ما تصدقهاش، هذايا ما تصدقهاش، أما راني حتى على فرش الموت وأنا نحبك، ريت حتى في ما نعرفش أنا، ما راني نحبك برشا. خلي لك بقعة في حياتك؟ برشا 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 والله برشا، بالرسمي فارشة.